حلقتنا النهارده هنتعلم مع بعض ازاي نطبع من الموبايل مباشره على الطابعة الكانون ام اف 4780 W. يعني هنتعلم ازاي نطبع اي ملف انت حافظه او مخزنه في الموبايل، وكمان هنتعلم ازاي تعمل سكان او مسح ضوئي وتحفظه في الموبايل بدون ما توصل الموبايل باي كابل. وعشان ما اطولش عليكم يلا بينا نروح للخطوات على طول. اول حاجه هنعملها هنختار الزر المنيو ده او زر من فوق ضغطه واحده كده، ونختار نيتورك سيتنج اهو كده، ثم نختار وايرلس لان سيتنج تاني اختيار اوكي، ثم نختار يس، ثم نختار اوكي، ثم هننزل على تالت اختيار اس اس اي دي سيتنج اهو اوكي. طبعا هيظهر لك هنا اختيارين سيلكت اكسس بوينت ومانوال سيتنجز. اول اختيار معنا اللي هو سيلكت اكسس بوينت ده بنختاره في حال انك عامل الراوتر بتاعك مرئي، يعني اي حد شايف الراوتر قدامه فبيختاره وبداخل كلمه المرور. لكن مانوال سيتنج ده لو انت عامل الراوتر بتاعك مخفي، يعني لو بحثت عليه في قائمه الشبكات مش موجود، فبالتالي بتكتب اسم الراوتر وكلمه المرور. فانا الراوتر بتاعي مرئي فهختار سيلكت اكسس بوينت، وهنا بيقول لك سيرشنج يعني جاري البحث، وزي ما انتم شايفين اللمبه دي بتنتفي وتولع كده. دي بتعمل في حالتين، في حاله ان هي بتبحث على الراوتر اللي انت متوصل بيه، او في حاله انك فعلت الاختيار ده. وطبعا دي قائمه الشبكات بتاعتنا، في اكتر من راوتر موجود في المكان عندي، فانا بختار على سبيل المثال الراوتر بتاعي، وبيبدا يطلب منك انك تدخل كلمه المرور الراوتر الواي فاي، مع العلم ان زرار النجمه ده بيحول الحروف من كابيتال لسمول وبيحولها لارقام ورموز. طب ازاي نعرف ان انا بكتب كابيتال ولا سمول؟ مكتوب هنا انتر مود، طول ما هي معموله ايه كبيره كده يبقى انت بتكتب الحروف كبيره اللي هي كابيتال، لو ضغطنا كده اهي بص اتحولت لايه صغيره، معناه ان بتكتب الحروف صغيره. ضغطه كده معناه انك بتدخل دلوقتي الارقام، وطبعا الحروف دي مكتوبه على الارقام زي في الموبايلات القديمه. طبعا دلوقتي انا هدخل كلمه المرور، عايز حرف الان اهو ضغطتين على الان، عايز حرف الاو اهو او، عايز او مره كمان، مع العلم ان زرار السي ده بيمسح اي حرف او رقم انت كتبته غلط اهو، زي ما انتم شايفين مثلا عايز امسح الرقم الحرف ده قصدي، ضغطه كده اهو مسحت واحد كده. فهمنا الموضوع ازاي؟ عايز حرف الار دلوقتي باقي كلمه المرور بالحروف، ضغطه كده ضغطه كمان اتحولت لارقام، قصدي يعني ارقام قصدي مش حروف اهو اتنين اهو. وبعد ما كتبنا كلمه المرور بالطريقه الصحيحه بنختار كده ابلاي ثم نختار يس، واول ما اللمبه دي تثبت معانا ازرق معناها انها اتوصلت بالراوتر اهي، قال لك كونكتد وهنا اللمبه ثبتت كده. خلصنا ربط الطوابع بالراوتر الواي فاي. في خطوة مهمة جدا الناس بتقع فيها لازم نعملها مع بعض، عايزين نقفل رقم الاي بي نخليه مانوال، لان لو انت طفيت الراوتر وولعته او حصل انقطاع عندك النور وجه كل شوية الاي بي هيتغير، وكل شوية هنعرف الاجهزة بالطبع. هنختار اوكي، نرجع خطوة لورا ونختار تي سي بي اي بي سيتنجز اي كده، نختار اي بي في 4 سيتنج اي كده، نختار اي بي ادريس سيتنج. هنيجي هنا ونختار اول اختيار اوتو اوبشن اهو، ونيجي هنا كده نخليها اوف، ونيجي هنا كده ونخليها هي كمان اوف، يبقى الاختيار ده عملنا اوف وده اوف، نختار ابلاي كده تمام. في الحاله دي بقى دلوقتي هنطفي الطابعه من زر التشغيل، وهو ده زر التشغيل اهو، ضغطه كده الطابعه انطفت، ضغطه كمان عشان نقدر نحفظ الاعدادات اللي احنا عملناها دي. وطبعا كل مره هتشتغل فيها برينتر وانت موصل البرينتر بالراوتر اللمبه دي هتقعد تنور لحد ما تثبت على الازرق، يبقى هي اتوصلت بالراوتر اهي لحد دلوقتي لسه ما ولعتش، بيتنور قدامنا كده اهي ثابت على طول، يبقى هي كده قرت الراوتر. ودلوقتي هنروح لجهاز الموبايل ونتبع خطوات واحده واحده مع بعض، فيلا بينا. هنيجي هنا عند الموبايل ونفتح الاب ستور او البلاي ستور بتاعنا تمام، ونكتب في السيرش هنا كلمه كانون باللغه الانجليزيه، ثم نختار بحث، هننزل تحت شويه كده تمام، تحت كده كمان شويه لحد ما يجي لك اختيار اسمه كانون برنت بيزنس، وعليه كده لون ازرق شويه تمام، ونختار تثبيت. ولازم طبعا تتاكد ان الموبايل ده متوصل على شبكه الراوتر الواي فاي اللي متوصل عليه نفس البرنتر، ولازم تكون مقرب البرنتر شويه، يعني حاططها في نفس الاوضه مش حاططها في اوضه بعيده صعب ان الراوتر يوصل لها، عشان بس استلام الاوامر يبقى سريع معاك كده. خلاص البرنامج ثبت معانا، هنعمل فتح عادي جدا كده، هنختار السماح. طبعا بيقابلك كذا خطوه كده روتينيه، اجريف اجريف اوكي، حاجات كده روتينيه عادي،
اول حاجه فوق على الشمال في علامه برنتر وعليها زائد، ضغطه واحده عليها كده ونختار اول اختيار اوتو سيرش، وننتظر لحد ما يقرب برنتر معنا. اهو قرب برنتر ام اف 4700 سيريز، هي دي البرنتر بتاعنا، بنختارها كده ونختار ايديت اهو. ودلوقتي بيقول لك ريدي، يعني برنتر جاهزه انك تطبع عليها الاوراق اللي انت عايزها. طب دلوقتي لما انا اخترت اوتو سيرش، الموبايل بتاعي ما قراش البرنتر او ما لقاش البرنتر او البرنتر ما ظهرتش فيه، ففي الحاله دي لازم نكتب رقم الاي بي البرنتر في الموبايل. طب ازاي نطلع رقم الاي بي؟ الموضوع بسيط جدا، هنيجي لو نختار منيو، نختار نتورك سيتنج، هنختار تي سي بي اي بي سيتنج، هنختار اي بي في 4 سيتنج، هنختار اي بي ادريس سيتنج، هننزل تحت على فيو سيتنجز، هنختار اي بي ادريس سيتنج، وهو ده رقم الاي بي اللي انت هتدخله في البرنامج عشان البرنتر تظهر معانا. فتعالوا بينا نعرف ازاي ندخل الاي بي دوت. هنيجي هنا ونختار اضافه برنتر كده ونختار مانوال سيرش، وهنا بتبدا تكتب رقم الاي بي اللي ظهر لك على شاشه البرنتر، وبعد ما كتبنا رقم الاي بي بنختار اوكي، اهو البرنتر ظهرت لنا بالشكل ده، بنختاره عادي جدا كده، اهو بيقول لك ريدي. طب دلوقتي ازاي نطبع الاوراق؟ هنقفل اي حاجه احنا فتحناها كده، تمام، مش محتاجين اي حاجه خالص. هنختار اي ملف مبعوت لنا، بي دي اف، صوره، اي حاجه مبعت لنا. هنفتح مثلا على سبيل المثال الملف ده انا عايز اطبعه، وخطوات الطباعه واحده، هنعمل مشاركه او شير، هنختار ارسال نسخه، هنختار برنامج كانون اللي احنا نزلناه اهوت، ثم هنختار برنت. او زي ما انتم شايفين اللمبه دي نورت، اللمبه دي لما بتنور معناه ان في امر الطبعه اخدته، اذا كانت طباعه او سكان، واول ما تنتفي معناه ان الامر انتهى. طبعا الملف ده كان مكون من 5 اوراق، الورقه اللي جايه اخر ورقه اهي، طبعنا ال5 اوراق بكل سهوله زي ما انتم شايفين كده اهي. طب دلوقتي انا عندي صوره زي دي مبعوته لي وعايز اطبعها، هعمل ايه؟ هعمل مشاركه او شير، هنختار برنامج كانون اللي احنا نزلناه، ثم نختار برنت، او زي ما انتم شايفين البرنتر اخذ امر من الموبايل، او زي ما انتم شايفين الصوره اللي انا طبعتها من الهاتف. الموضوع سهل كده. طب دلوقتي انا عايز اعمل سكان او مسح ضوئي واحفظه في الهاتف. عندك هنا مصدرين لسحب الاسكان زي اللي في التصوير الاوراق في الفيديو اللي فات، عندك هنا جهاز الاي دي اف او جهاز الفيدر اللي بتقدر تضيف فيه اكتر من ورقه وتعمله سكان وتحفظه في ملف واحد، وده خاص بالاوراق فقط. اما لو هي حاجه غير ورقيه زي كتاب، باسبور، بطاقه هويه، اي حاجه الفيدر ما بيسحبهاش، بيبقى من خلال زجاج البرنتر او ازازه البرنتر، بنضيفها هنا وبنعمل سكان. طب الخطوات ازاي؟ تعالوا نشوفه مع بعض. اول حاجه مثلا هنحتاج اي حاجه نحطها هنا اهي، تمام. طبعا لما تيجي تعمل سكان والوش بيبقى الاسفل كده، تمام، والظهر بيبقى علينا، نضيفها كده، بدايه اضافه اسكان من خلال السهم الاحمر ده، تمام كده، وبنقفل باب المسح الضوئي. كل مره هتيجي تستخدم الاسكانر بنختار اسكان كده، تمام، وتختار تاني اختيار ريموت اسكانر اهو كده، وهنا بيقول لك ويتنج اونلاين، ونرجع لبرنامج الاسكان. هنفتح البرنامج عادي جدا كده، هتلاقي على اليمين كلمه اسمها سكان، نختارها كده ونختار اوكي، ونختار استخدام هذا المجلد، نختار السماح. هيظهر لك كذا اختيار اللي قدامك ده، لو ضغطنا على سكان يبقى احنا هنعمل سكان بدون ما نعرف الاختيارات دي مهمتها ايه. الاختيار الاولاني مكتوب عليه اوريجينال بلاسمنت، وده مصدر سحب الاسكان، اللي هو زي ما اتعلمنا عايز تعمل سكان من جهاز الاي دي اف اللي بيسحب الاوراق ورا بعض ولا من اعزاز البرنتر، فانت بتسيبها اوتو زي ما هي. حبيت لا انا عايز على الاي دي اف، فبتختار الاي دي اف اللي هو اللي فوق. حبيت تعملها من على ازازه البرنتر بتختار بلاتين جليسس، فانا الافضل حاجه بسيبها على اوتو زي ما هي. تاني اختيار مكتوب عليه سيلكت كلر، تمام، لو ضغطت عليه بيقول لك الاسكان ده اللي انت عايز تعمله، عايز تعمله بالاسود والالوان، يبقى هتختار الكلر، لكن لو انت عايز تعمله بالتدريج الرمادي حاجه كده زي الابيض والاسود، فهتختار جري سكيلز. تاني اختيار، تالت اختيار مكتوب عليه الريزولوشن، وده دقة أو جودة الإسكان، لو ضغطت عليه كده هيظهر لك اختيارين 300 في 300 وده يعتبر أعلى حاجة، أو 150 في 150، مع العلم إن كل ما دقة الإسكان بتنخفض كل ما الإسكان بيبقى سريع معاك، فأنا هخليها مثلا 150 في 150. رابع اختيار أوريجينال سايز، وده الورقة اللي أنت عايز تعمل لها إسكان حجمها إيه، أنت بتسيبها زي ما هي على إيه فورم ما تلعبش فيها. خامس حاجة وده يعتبر أهم حاجة، فايل فورميت، لو ضغطت عليه هيظهر لك اختيارين بي دي اف وجي بي جي،
بي دي اف ده اللي هو اسكان للمسندات اللي هو تتحفظ بصيغه المسندات، والجي بي اي جي ده انك تحفظ الاسكان ده كصوره. انا على سبيل المثال مثلا هختار كصوره كده ونجربها. خلصت كل حاجة زي ما تعلمنا بنعمل اسكان كده. لو انت ما عملتش الخطوة دي بتاعة ريموت اسكانر وقال لك ويتنج اونلاين، الاسكانر مش هيشتغل معك اصلا. اهي الصورة اتحفظت لنا زي ما انتم شايفين كده، تمام الصورة تمام كده، بتختار دن تمام اهي. طب محفوظة فين؟ هتلاقيها في البوم او استوديو الهاتف، اتحفظت كصورة عادية جدا 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 اهيت زي ما انتم شايفين كده. طب دلوقتي انا عايز اعمل اسكان من خلال جهاز الاي دي اف ده. هنمسك مجموعة اوراق كده تمام، ونبدا نلفهم كده في جهاز الاي دي اف اهي بالطريقة دي كده، ضفناهم خلاص ووشهم للاعلى فوق يعني الكلام للاعلى، ونتاكد هنا ان احنا اخترنا سكان واخترنا على ريموت سكانر وظهر لك كلمه ويتنج اونلاين. دلوقتي هنروح لبرنامج كانون ونشوف ازاي هنعمل اسكان من خلال الاي دي اف اللي فوق ده. يلا بينا. هنختار اسكان تاني تمام، والاختيار الاولاني ده عايز تسيبه اوتو زي ما هو سيبه، عايز تتاكد اكتر وتختاره الاي دي اف كده مفيش مشكله. بعد كده هنختار سكان، الورقه طلعت من تحت اهيت، بيسحب الثانيه طبعا كل ده عشان اختار دقة الاسكان يبقى 300 في 300. لو كنت اخترتها دقة الاسكان 150 في 150 كانت هتبقى اسرع شوية. قصدي ناقص دي اخر ورقة اهيت، الورق اللي بتعمل له سكان طبعا بيظهر او بيطلع تحت اهو زي ما انتم شايفين كده. اهو الاسكان خلص، وزي ما انتم شايفين الورق ظهر لنا اهو اللي انا عملته سكان من فوق اهو. الموضوع سهل كده. طب دلوقتي عاوز احفظ الملف ده كصيغه بي دي اف، هنختار فايل فورمات ونخليها بي دي اف بالطريقه دي كده، ثم نختار سكان. اهو زي ما انتم شايفين الورق اتحفظت كملف بي دي اف، هنختار دون كده. وطبعا هي مش هتحفظ في البوم او استوديو الهاتف، الصور بس هي اللي بتتحفظ في البوم او استوديو الهاتف، ده هتلاقيه في مكان الملفات عادي جدا. طبعا دلوقتي لو انت حبيت تستخدم انك تطبع او تصور اوراق على وضع الاسكان ده، مفيش اي امر الطبع هتقدر تاخده غير لو ضغطت على كوبي كده، يبقى ضغطنا على كوبي هنقدر نستخدم التصوير والطباعه. لكن في حاله انك هتستخدم الاسكان فلازم تعمل كده وتختار اوكي، ده كده هتقدر تستخدم الاسكان. من غير الحركه دي الاسكان مش هيمشي معاك او مش هيشتغل معاك. اللمبه الزرقاء دي طول ما هي منوره ثابت كده مش بتنور وتنتفي او مطفيه، معناه ان الطوابع متوصله بالراوتر للواي فاي بنجاح. افرض بقى بتعمل وميض، معناها انك دلوقتي عملت حاجه في اي اعدادات الراوتر، يعني غيرت الراوتر، غيرت الباسورد للراوتر، حولت الراوتر من مخفي من لمرئي او من المرئي لمخفي، او عملت اي حاجه هتلاقيها بتعمل وميض كده وقعدت وقت كبير مش شايفه البرنتر، او في حاله انك حاطط الراوتر في مكان بعيد جدا عن البرنتر، فبالتالي كل شويه بتشبك معها وتثبت وكل شويه تنور وتنتفي، وكمان بتنور وتنتفي في حاله ثانيه، في حاله ان كل مره هتشغل فيها البرنتر وهي مطفيه، بتقعد لها ما يقارب 30 ثانيه لحد ما تثبت كده. وان شاء الله استنينا الفيديو اللي جاي هنتعلم ازاي نعرف الطوابع بالكمبيوتر او اللابتوب، مره باستخدام الكابل اليو سي بي ومره باستخدام الراوتر الواي فاي، وكمان هنتعلم ازاي نستخدم المسح الضوئي. اتمنى ان حلقه النهارده نالت عجب، اتمنى الموضوع يكون عجبكم. منتظر اي استفسار ليكم بخصوص طبعات كانون. كان معاكم احمد السيد من قناه كانون بالعربي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.